واحد ستة ولا سبعة صح؟ هذه غيلة قلتها لك. الله الله الله، أهلين يا درطي. أهلين يا هلا. أهلين يا حبيبتي يا سوسو. أهلين. يا هاي ابو جمعة اليوم تعرفت عليها هلا. أيوة. شو يا ابو جمعة؟ هاي التنتين جبنا رويدة. يلا. سهيل أنا طالع للسكر. مرحبا يا حبيبتي يا سوسو يا قمر. انت ارحب. شوفي ترى انا عم اقول لك من هلا بكره ابو جمعه بس يجي لدبي ممنوع تشوفيه نهائيا. بس انا كيف هي ممنوع اشوفه نهائيا؟ انت عازمه؟ لانه انا قلت له انه ممنوع يكون في له اربعه بس وحده. حكيت لي بأي طب. بعدين شوفي يا سوسو انت قرايبته. انا قرايبته؟ ايه. مين حكى لك انه انا قرايبته؟ شوفي مين حكى لك انه انا قرايبته؟ ها سألي شو يا ابو جهه؟ انا من لقمي. انا ماني عارف ولا شيء. انا راسك شو صار؟ والله راسي ضرني. انا الان ذاهب الى المستشفى. خليك لسه بدنا نجيب رويدة كمان. لا رويدة انا عارفة زي اخته. خلينا رويدة زي اخته انا عارفة. بس هلا الموضوع بيني وبينك انت. كيف بدك قلتي لي انا وبو جمعة اخذنا النومرو من بعض ويرسل لي قلوب وحيجي لعنا لدبي وحنروح مشوار ونروح نشرب أرجيلة وناكل وحيجيب لي تليفون آيفون 16 جديد. قال لك يشتري لك آيفون كمان؟ إيه. الله يرحمك يا أبو جمعة. شوفي سوا أبو جمعة عندك الله قاعد يشوفك أكثر. شو انصدمت؟ خليه بس بدي اياه يحكي هو. اكيد. لا لا راك تتحرك راك تتنفس راح يشوفك. يا خاين شفت الدنيا قد ايه صغيره اجتمعنا. يا ابو نومرو بعدين حبيبتي شوفي كمان يا سوسو في كمان شغلة كتير مهمة. أنا أول وحدة حتركب بالرانج فوفر. الرانج فوفر كمان؟ طبعا. دبي؟ هو في عنده شركة هون بدبي وعنده هو رانج فوفر كانت نازلة بالمتحف فأنا رح أركب أول وحدة فيها للرانج روفر. ما عندي إياها. سهير. ها. سهير شو عم يفصل الجولة بده يهرب. سهير لا أكثر مصدر عم بتعرفي هو كذا يبغوا يدخلوا بيناتنا. مين؟ لا أهدر بلغة تفهمها. أنت كنت تتقابلي فيا معها ولا كيف؟ أنا قالت لي بعرف بو الجمعة قلت لا يلا خلي طلعيني. أنا سمحتي أنا مو بس بعرفه أنا حبيبته الأولى. اسمعي ياي أنا كنت نقدر معاك. أنت كنت شو؟ كنت نقدر معاك كنت أمزح معاكي. لا شوفي حبيبتي التليفون الايفون بده يهديني الايفون الجديد بس يجي لدبي ومبارح ورجاني الفاتوره الايفون. شوفي جاب لي هيدا مبارح. ما تامنيهاش. شوفي ما تامنيهاش. جاب لي ما قلت لها والله ما قلت لك. انا هداني خاتم يا سهير. انت هداكي خاتم؟ هذا الخاتم منه قال لي ما تشلحيه ابدا انت وفاتحه لايف. يا ودي الله يشلح ايامك. الله يشلح ايامك ان شاء الله. هذه بنقولها لك. انا خاتم كدر ترسلته لك انا كدر جبته لك الخاتم هذاك.
ها لك. انت حكيت مع صديقك هون بدبي عنده شركة عنده مجوهرات، قلت له تعطي خاتم لهلا لانه انا بدي لبسها خاتم انا بغير عليها وهيك. بعدين قلت لي سهير بتكون بنت خالك متراضعين كمان، قال لك ايه انت اخته برضاعة صح؟ يا حاو وما التالي انا طايح فيها سهير، سمعتي ولا ما سمعتيش؟ شو انا طايح فيها؟ انت طايح انت واه وانا طايح في بنت خالي، انا طايح في بنت خالي. ممنوع؟ ما كاش ممنوع، ممنوع علاش دخلك انت ياتي بغيت تحبسي لي قلبي ول ممنوع؟ قلت لك ممنوع غير واحدة بس. انت بغيت تحبسي لي قلبي و اسمعي سهير معليش هذو عندهم خليني ناكلهم ولهم ونور. سهير لا لا تصدقي كيفاش تاكلها، كيفاش تاكل دراهم وتدخلها بلي عندي شركه وعندي رنج روفر نقولها نقولها والنومرو النومرو انا معي النومرو انا معي النومرو بلعي فمك. اسمعي انت يا روحي معايا في الخط ناكلهم انا ونتزوجوا دراهم اللي نديهم انا نتزوجوا به. لا لا تصدقي حبيبتي هلا عم يحكي معك هذا الكلام بس اخر شيء رح يرجع لعندي اوكي بعدين بضل